وامراض مختلفه. عشان كده يا فندم ده كان يعني السبب ورا سؤال حضرتك، انه بالفعل مصر بتوفر لقاحات الحقيقه على مدار سنين كتير جدا لمختلف الامراض، وحتى فيروس كورونا دلوقتي شايفين الحمد لله ان اللقاحات متوفره. احنا شاكك اللي حصلوا على عدد الجرعات اللي تم يعني تطعيم او تلقيح المواطنين بيها وصلت الى 68 مليون جرعه. في حوالي 39 مليون خدوا الجرعه الاولى، واحنا كان هدفنا الحقيقه في بدايه السنه دي نوصل ل 40، بس قربنا نوصل. في 28 مليون خدوا الجرعه الثانيه. صحيح. في حوالي 800,000 خدوا الجرعه الثالثه، وما زال عندنا كميات كبيره جدا من اللقاحات وفي تدفق لهذه اللقاحات. صحيح. وكان في تصريح دكتور لوزاره الصحه بيقول ان احنا عندنا تقريبا 74 مليون جرعه حاليا موجوده تكفي ل 52 مليون مواطن. احنا اتكلمنا على اللقاحات الخاصه بالاطفال، لكن هل في موانع لاخذ الاطفال لهذه اللقاحات حاله وجود امراض محدده مثلا؟ حاليا الحمد لله ما فيش موانع محدده لعدم اعطاء هذه اللقاحات. نعم. وطبعا مع تجربه ان في 68 مليون جرعه تفتت، الاثار المحتمله من هذه اللقاحات هي المعروفه لنا مع كل اللقاحات. ويمكن سيادتك طبعا اكيد خدت التطعيم والاستاذه يومان اخذت وكلنا خدنا. صحيح. اكثر اثار جانبيه هي اللي بتحصل مع اي لقاحات. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره الانسان بيطعم في كتفه، ممكن مكان الحقن يوجع شويه يوم او اثنين. صحيح. ممكن مكان الابره او الحقنه اللي بتاخد بيها اللقاح يحصل شويه احمرار او شويه هرش، ممكن شويه تكسير في الجسم. ودي الاعراض الطبيعيه يا دكتور، يمكن مش بس مع لقاح كورونا اللي موجوده، حتى مع تطعيمات مثلا شلل الاطفال وغيرها من التطعيمات اللي قال الجمانه اللي احنا كنا بناخدها في المدرسه. يعني هي دي طبعا المتوقعه بما اننا بنتكلم عن هذا اللقاح، لكن ما لم يرصد الحقيقه اي اثار اخرى جانبيه خطيره من هذه اللقاحات.